تثبيت الفراغ. سيتم رؤية الفراغات تحت الأرض مثل النفق، الغرفة، القبر المتشكل بشكل صناعي تحت التربة باللون الأزرق في الرسم البياني. ستكون البيانات الخاصة بالفرع تظهر باللون الأزرق التركوازي والأخضر الفاتح إذا ما كان متركزاً على وضعية ما مثل حشوة التربة، الانهيار بأي شكل من أشكال داخل التجويفات الموجودة تحت التربة. يجب أن يكون بشكل واضح ومناسب للهيكلية الذي يتم البحث عنه. مثال: إن كان يتم البحث عن بناء كالقبر، فيتوجب أن تكون المساحة الزرقاء على شكل مستطيل وبأبعاد القبر في الرسم البياني. يجب أن تقوم بالانتقال إلى خاصية تفاصيل البحث في وظيفة عرض 3B من أجل إمكانية رؤية هذه القيم العددية. من الممكن أن تروا القيمة العددية للنقاط التي يتم فيها الاختيار وقيمة اتزان التربة في السطر العلوي عند التجول بأزرار الاتجاه على الرسم البياني. يجب أن يكون انخفاض العدد 15 على الأقل ما بين الفراغات التي تم عرضها بالأزرق بالاشتراك مع التربة التي تم عرضها بالأخضر في الرسم البياني. مثال: إن كان مستوى التربة 150، فيتوجب أن يكون بيانات الفراغ ممتلكاً لقيمة ما بين 135-130. إن كان هناك فرق لعدد من الوحدات، فإن هذه البيانات عبارة عن اختلافات التربة السطحية أو الفراغات التي تشكلها الأغراض كالحجر.